على مباراة إنجلترا والسنغال. بس قبل ما نروح للمباراة ونتكلم عن تفاصيلها، نروح لزميلنا العزيز محمود شاكر، مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10. معاه طبعا احنا عايشين مع المغرب، جماهير المغربية الرائعة جدا بالرداء، الرداء المغربي الشهير. محمود اخبارك ايه؟ منور الدنيا. كل التحيه ليك يا كريم، وكل التحيه لمشاهدينك الكرام في كل مكان، من هنا من العاصمه القطريه الدوحه، تحديدا كالعاده من سوق واقف، اكتر مكان بيبقى فيه طبعا الجماهير، سامعين الجماهير المغربيه، عندهم مباراه صعبه جدا جدا بكره، جماهير مغربيه في كل مكان هنا بالاعلام وبالاغاني وبالاهازيج، ومعايا احد المشجعين المغاربه. عاوز اعرف توقعاتك بكره، مباراه مش سهله، مباراه صعبه، لحد دلوقتي مفيش مفاجات في دور 16، هل ان شاء الله باذن الله المغرب بكره ممكن تعمل مفاجاه؟ شايف المباراه سهله ولا صعبه؟ قول لي توقعاتك. وبسم الله الرحمن الرحيم، ما تيجيش بجميع احنا كمتتبعين المنتخب الوطني والكوكب الرياضي مراكشي، احنا الحمد لله جيت مهنينا للمنتخب ديالنا، كنقول بهذا عباره عندنا مهنينا الحمد لله عندنا في المستوى، بعد ما شفنا الحمد لله امام كرواتيا، امام بلجيكا لعبنا، الحمد لله امام كندا عندنا، بقينا المنتخب الاسباني لعبنا معاه الحمد لله 2018 في روسيا، عندنا الحمد لله ولو كل ما كان التحكيم بهذا العباره كنا نفوز عليهم، ولكن عندنا الثقه في اللاعبين، مدرب شاب، هذا اللي نتمنوا ان شاء الله. احنا كجماهير احنا نساندوا فريق ديالنا من اول دقيقه لاخر نفس. شفت تصريحات وليد الركراكي بيقول ان احنا ممكن نكسب كاس العالم، هل شايف لو بكره ان شاء الله باذن الله منتخب المغرب توفق بكره ممكن يكسب فعلا كاس العالم؟ اول شيء تحيه لاخواننا المصريين، دوزنا معاهم كاس افريقيا في مصر، مصر ناس كويسين صراحه، ناس طيبين كرماء وبيشجعونا، وان شاء الله ان شاء الله ما فيش مفاجاه بالنسبه لنا احنا المغرب، ما عندناش مفاجاه، احنا فريق قوي الحمد لله، وكل الدول العربيه بتعرف بان المغرب عنده لعيبه حلوين كويسين محترفين في اعلى الانديه الاوروبيه، لهذا ما عندناش احنا مفاجاه. توقعاتك للمباراه بكره النتيجه كم كان؟ توقعاتي النتيجه باينه زي وضوح الشمس، 2-1 2-0. توقعاتي ان شاء الله 1-0 1-0 ان شاء الله. معايا بقى كريم احد المشجعين السعوديين. طب محمود، محمود معاك انا كريم. قبل ما نروح للمشجع السعودي، الشباب المغاربه اللي جنبك دول كده هاتهم الاول قبل ما يمشوا، قول لهم تعالوا انا عايزهم، بس اخليهم يغنوا ومتفق معاهم، يلا نغني اهو، اخليهم يغنوا لك بعد كده نخش على الاخوه المشجع. انا عاوز اسمع منكم اغنيه حلوه بتتقال، تعالى عاوز اسمع منكم اغاني حلوه بتتقال في المدرج للمنتخب المغربي، اسمع منك اسمع منك اسمع منك، يلا اسمع يلا. واحد بيشجع الرجاء، واحد بيشجع الوداد، لا مع بعض دلوقتي كله منتخب المغربي، فمعلش مش عارف اقول لك ايه. طب خلينا بقى مع المشجع السعودي. طبعا زي ما قلت لك يا كريم، للاسف الجمهور السعودي خف بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت بعد خروج المنتخب السعودي، ولكن معايا طبعا عاوز اعرف توقعاتك لمباراه المنتخب المغربي بكره، واكيد حزين بخروج المنتخب السعودي، ولكن كلنا اكيد قلبا وقالبا مع المنتخب المغربي، اعرف منك رايك في مباراه بكره، واعرف رايك برضه في خروج المنتخب السعودي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله بكره مباراه المغرب مربوحه على قولتهم المغربي. منتخبين قويين، اسبانيا ثقيله فنيا، والمغرب عندهم محترفين وشباب ان شاء الله يجيبوها، اتوقع المغرب تروح. رايك كيف هزيمه المنتخب السعودي المفاجاه وخروجه؟ والله انا ما اصلا ما حضرت دور المجموعات ولا جيت اشجع السعودي، انا جيت اشجع الارجنتين امانه يعني. أنا وانه ميسي؟ طب ميسي في دور الثمانيه؟ ميسي في دور الثمانيه ان شاء الله يحقق كاس العالم ان شاء الله باذن الله. ومعايا برضه يا كريم لسه المشجعين هم المغاربه، اتفقت معاهم قبل الهوا ان هم يغنوا لنا كده شويه اغاني حلوه من اللي موجوده في المدرجات نسمع منهم. جيبوها جيبوها، الثقه في المدرب الركراكي ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله باليون ونجيبوا العز من الدوحه ان شاء الله ان شاء الله. توقعاتك المباراه كم بكره؟ والله ايش نقول لك، ان شاء الله 2-0 ولا 2-1 كده، 2-1 1-0 المغرب ان شاء الله. المنتخب الاسباني منتخب قوي يعني، 2-0 دي مش صعبه شويه، مش مثلا ضربات جزاء دي اللي جا بسم الله ممكن. اللي جا بسم الله، ما كنعرفوش احنا اي فريق، اللي جا احنا عرب، وان شاء الله غنفرحوا العرب هنايا من الدوحه، وان شاء الله ديما مربوحه ديما ان شاء الله، ان شاء الله نكسب ان شاء الله. تحيه للجمهور العربي اللي غتساند المنتخب المغربي
ان شاء الله هنكسب ان شاء الله. كل التوفيق اكيد يا كريم للمنتخب المغربي. الجماهير هنا عندها حماس كبير. عاوز اقول لك ان شاء الله بيكلموني برضه على مصر في كاس العالم ان شاء الله في 2026. طيب جماهير الجزائريه كريم، انا مش عارف لو جماهير الجزائريه، لو منتخب الجزائر فعلا كان في الدوحه كان ايه اللي حصل. اكتر جماهير دلوقتي موجوده مع المنتخب، جماهير المنتخب المغربي، الجماهير الجزائريه كل يوم موجوده في سوق واقف، جايبين سماعات كبيره وعمالين يتمشوا ياخدوا، عمالين يلفوا كده في سوق واقف وعمالين يغنوا، اجواء جميله فعلا. بس طبعا انت شايف الجمهور قل بشكل كبير بعد خروج المنتخب السعودي يعني. طيب المنتخب المغربي اصبح المنتخب الافريقي والعربي الوحيد في هذه البطولة، باقي الجماهير الأفارقة والجماهير العربية هل رحلت عن قطر ولا تنتظر لمساندة المنتخب المغربي، أو جزء منها ينتظر لمساندة المنتخب المغربي؟ لا، هو في جماهير، بعض من جماهير المنتخب السعودي عشان هم كانوا كتير جدا اتبقى منهم شوية لسه بيروحوا الفان زون بتاعتهم بيتفرجوا على المباريات، والباقي بقى يلبس شيرتات المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي، وكله طبعا بقى بيشجع دلوقتي المنتخب المغربي، وكله قلبا وقالبا مع المنتخب المغربي. في معلومة بس عاوز أقولك عليها. فضل. بكرة إن شاء الله كريم استاد 974، الاستاد اللي هو بيتكون من 974 حاوية، بكرة بعد مباراة البرازيل وكوريا هيبقى آخر مباراة هتتلعب على الاستاد ده، كله هيتفك ويروح لبعض من الدول النامية. فبكرة آخر ظهور لإستاد 974 اللي هو بيكون في منطقة راس أبو عبود في الدوحة بجانب الكورنيش، واحد من أجمل الإستادات اللي ممكن تشوفها، ولكن هو معمول يعني معمول كده بطريقة معينة صديق للبيئة، اللي هو معمول كله من حاويات 974 حاوية، و974 دي ده فتح الخط بتاع التليفونات بتاع الدوحة هنا في قطر يعني. فبكرة آخر ظهور للإستاد ده إن شاء الله. محمود أنا عايز بالمناسبة يعني، وما سألتكش السؤال ده قبل كده من ساعة ما بدأت البطولة، بس هسأله لك دلوقتي. عايزك تقول لي رحلة حركتك إنك تروح المباريات، بتركب إيه؟ بتاكل إيه؟ بتشرب إيه؟ المطاعم موجودة متوفرة؟ المواصلات لطيفة؟ يعني يومك بيبقى ماشي إزاي وأنت رايح الاستاد، عشان نتخيل المشجع بيعيش إزاي دلوقتي في كأس العالم؟ بص يا كريم، المباراة كان عندنا مباراة بتبقى مثلا الساعة 1 أو 4 أو 6 أو 9 على حسب توقيت القاهرة أو بتوقيت مصر. والله يا كريم قبل المباراه بالظبط بساعتين بتتحرك، مجرد ان انت بتنزل من البيت بتوصل اقرب محطه مترو، كل محطات المترو موجوده في كل حته، عاملين ثلاث خطوط مترو، خط احمر وخط اخضر وخط اصفر، كل واحد منهم بيوديك لحته معينه، وكل اخر خط منهم بيوديك للاستاد. هو استادين بس بعاد شويه، استاد اللي هو بتاع البيت اللي في مدينه الخور، اول ما بتنزل لاقرب محطه مترو ليه مش قريب من الاستاد بتلاقي باصات على طول بتاخد الناس وعلى طول. بخش يا كريم كل مباراه، بخش بجد قبل المباراه بالظبط بثلث ساعه نص ساعه بكون موجود قدام الاستاد، سهوله ويسر مش طبيعيه في الدخول للاستادات، كميه متطوعين في كل مكان، اول ما بتنزل المترو متطوعين في كل الادوار، المترو هنا ثلاث ادوار، مجرد ما بتنزل كل المتطوعين في كل حته يقول لك المترو من هنا، عاوز تخرج من الطريق ده، عاوز تروح تركب الباصات من هنا، انت ما بتلحقش تفكر يا كريم، وعلى طول بتلاقي الناس موجوده في كل حته. مجرد ما انت بقى ما بتخش محيط، مجرد ما انت بتخش محيط الاستاد فيه يا كريم اكتر من 35 او 40 بوابه، التذكره مكتوب عليها مثلا جيت 15 جيت 20 جيت 25، التيكت مجرد ما بتخش لها تدخل الباركود، لو انت دخلت مثلا هتخش من جيت 15 وانت معمول مثلا جيت 14 ما تدخلش، يقول لك لا رونج جيت، يقول لك الجيت دي غلط، ومفيش الكيو ما بتقفش فيه فعلا يا كريم اكتر من 5 دقايق. احكي لك على تجربه سريعه. فضل. اكبر استاد هنا موجود هو استاد النسيل، 88000 متفرج. والله يا كريم 88000 متفرج، بتخلص المباراه الناس كلها بتطلع، انت مش متخيل المنظر من فوق بيبقى عامل ازاي، لو انا مثلا اخرت شويه وطلعت تشوف المنظر فوق، ناس كتيره جدا، 88000 متفرج. مفيش يا كريم بالظبط والله من نص ساعه لساعه لربع ساعه كل حاجه بتكون خلصت، سواء عن طريق الباصات سواء عن طريق المترو، في سهوله في كل حاجه بجد. التخطيط العمراني هنا في الدوحه اكتر من رائع، وفعلا كانوا مستعدين للموضوع بشكل كبير جدا، فتجربه سهله. وبدايه دايما انت بتشوف في المباريات بتلاقي في ستات وفي اطفال ومفيش اي مشكله. حاجه تانية، كل الاستادات مكيفه، يعني انت بتقعد يا كريم يبقى في ظهرك فتحات مكيفه كده صغيره، فالموضوع بسيط جدا وسهل جدا، وفعلا تنظيم اكتر من رائع. محمود انا بكره هنتقابل برضو مره تانية قبل او ليله مباراه المغرب ان شاء الله والمنتخب الاسباني، بكره هستخدمك شويه كمحلل، فاعمل حسابك بقى عشان اسالك شويه اسئله. هسالك التحليل يا كريم، وحشك الاستوديو، هسالك بقى شويه اسئله صعبه، والله العظيم جدا هسالك شويه اسئله صعبه، ازاي تقدر المغرب
تكسب المنتخب الأسباني وليه لأ إن شاء الله. محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري برنامج رقم 10 من قطر كأس العالم 2022، بشكرك شكرا جزيلا، دايما مميز ودايما رائع.